مرات أخت ما ملاقية غير قامة إشارة، ليش قمتي الإشارة يا أختي؟ قال مضطرة. شلون مضطرة يعني أنت؟ قال والله أنا قدمت على وظيفة قالوا لي نحن منحبك تكوني بلا إشارة، بقى أنا مضطرة قمت الإشارة. بيشرب خمر بيقول لك أنا كنت مضطر. بيتعامل بالربا بيقول لك أنا كنت مضطر. وإذا سألته شو يعني المضطر؟ بيقول لك والله رفقاتي وعيد ميلاد واحد بيناتهم وكلاتهم ضغطوا علي وقالوا لي منزعل منك، وفي واحد قال لي حتنزعله سنته لهذا اللي عاملين له عيد ميلاد. أم أنا مضطر شربت شوي بس ما كترت، بس هيك يعني غبة صغيرة شربتها. هذا الأخ يا حصرتي هو مفكر حاله مضطر بس ليس مضطرا. واحد بده يكبر تجارته بده يوسع رأس ماله، بروح بيقترض قرض ربوي وبيقول لك أخي أنا مضطر. والحقيقة هو أصلا ما بيعرف شو معنات كلمة مضطر. ما معنى كلمة مضطر؟ الضرورة هي حالة يبلغ بها الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك، يعني مات، هلك يعني مات، أو قارب، يعني يا مات يا حيوقف قلبه، يا مات يا أما حتروح إيده بعيد من هون، يا مات يا أما حتنعمي عينه، يا مات يا أما حيقطعوا له رجله، نسأل الله السلامة لنا ولكم. هذه هي الضرورة. واشترطوا لهذه القاعدة 5 شروط. واحد، أن تكون الضرورة ملجئة، ضرورة قوية جدا حتهلكه أو يقارب من الهلاك. 2، أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة. واحد ولد ابنه عم راح حط له مصاري بالبنك الربوي. ليش أخي حطيت له البنك الربوي؟ قال هدوني لأنه بيجيوا فوائد. هذا الولد هلا عمره ابني سنة، من هون ليصير عمره 20 سنة 25 سنة بلاقيهم مع فوائدهم. تعرف لأنه ابني بس يصير عمره 25 سنة ما حيقدر يتزوج ولا حيقدر يشتري بيت، فبلاقيهم وبلاقي البيت. هذه ضرورة متوقعة. ابنك لسه عمره 10 أيام، ابنك عمره سنة، كيف أنت عم تتوقع بعد 25 سنة لا حيلاقي بيت ولا حيلاقي عفش ولا حيلاقي فرش وممكن يهلك الولد؟ قال أن تكون الضرورة قائمة موجودة لكم، سيهلك الآن، هذا مسافر وهلا حيموت ولقينا ميتة. مو والله أنا بجوز سافر بعد 10 سنين وبجوز أنقطع وبجوز لاقي ميتة، لذلك من هلأ بأكل ميتة أنا. أن تكون الضرورة ملجئة، واثنين أن تكون الضرورة قائمة، وثلاثة ألا يجد المضطر وسيلة إلا هذا الحرم. ناس سافرت إلى بلاد غربية بدها تشتري بيوت، ما بتشتري بيت إلا عن طريق البنك الربوي، بس في بديل ثاني أنك تستأجر البيت أجار. إذا عندك طريقة حلال ما بيجوز تروح باتجاه الحرام. رقم 4، أن يقتصر المضطر على دفع الضرر. 5 وأخيراً، أن لا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر.